استاذ حسن من الدقهليه اتفضل. اتفضل يا فندم. يا اهلا بيك يا استاذ حسن، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا فندم دلوقتي، الو معاك، سامعك حضرتك. احنا كنا دلوقتي مدير الجمعيه بنزل المخالفات بتاعه الرز. زرع لنا في البطاقه رز وصرف لنا كيماوي على الرز في 2015. ايوه. وقال لنا روحوا ازرعوا رز. وكتب التزريع رز وصرفنا كيماوي على هذا الوضع. تمام. فجأنا ان جاي لنا مخالفه على السنه اللي هو قال لنا عليها. معاك البطاقه اللي هي مكتوبه من مدير الجمعيه؟ معايا البطاقه، ده العين كله معايا البطاقه، مكتوب فيها مزرع رز وصرفه كيماوي. مش انا لوحدي، ده يطلع 150 فدان. لا انا عايز انت لوحدك، لان انت اللي معاك الورق وانت اللي بتكلمني. اللي عنده مشكله انا معاه، مش هسيبه، هتابعه فيها. هنتابع مع وكيل وزاره الري ونعرف المخالفه دي ممكن يحصل فيها ايه لو انت كنت زارع تبع الدوره، انما مش حسب مزاج مدير الجمعيه. انت اكيد عارف الدوره الزراعيه ماشيه ازاي عندكم. معايا يا استاذ حسن ولا قفل؟ ايوه يا فندم مع حضرتك. الغرامه جايه لك كام عن السنه دي؟ احنا قبل ما نزرع رحنا قلنا له يا استاذ عبده احنا هنزرع ايه؟ يا استاذ حسن الغرامه جايه قد ايه يا استاذ حسن؟ الغرامه الايراد عليه 75 جنيه. الايراد عليه 75 جنيه. ده عشان في 2015. ايوه حضرتك. خلي بالك بقى الغرامه الجديده اتقل. قال لنا روح ازرعوا رز. وبناء عليه صرف صرف كيماوي على 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 الزراعه بتاعت الرز. وتفاجئنا ان احنا جاي لنا مخالفه كمان على السنه. طب سؤال ما بيني وما بينك بعيد عن استاذ عبده، انتوا في السنه دي كنتوا مخالفين ولا لا؟ اللي هو اللي قال لنا روح ازرعه. انا عارف هو عم عبده قال كده، انتوا كنتوا مخالفين صح؟ بس هو الراجل قال لكم ازرعوا لان هو مدير الجمعيه، بس قال لكم ازرعوا. قال لنا ازرعوا وصرف كيماوي. وانتوا كنتوا مخالفين. وانتوا كنتوا عارفين ان انتوا ما عندكوش دوره زراعيه للرز. لا ما هي كانت المنطقه دي كانت جايه رز وسالناه الاول قال لك ازرع وصرف كيماوي. هتابعها لك مع وكيل وزاره الري. حاضر. انا الاثنين يا استاذ حسن.